حاكم الشارقة يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة ويثمن جهودها في حماية الوطن ويشيد بالمشاريع التي تشرف عليها بالإمارة. سلطان القاسمي يستقبل فريق عمل برنامج البيت الشعري ويشيد بالمشروع الذي يبرز شعراء جدد مبدعين في الساحات الشعرية. حاكم الشارقة يفتتح القناة المائية في مدينة دبا الحصن الذي يعد من المشاريع السياحية الحيوية. من مركز الأخبار بمؤسسة الشارقة للإعلام نحييكم ونقدم لحضراتكم أخبار الدار، بدأناها بأبرز العناوين فإلى النشرة بالتفصيل. بداية أخبار الدار من الإمارات الباسمة، حيث ثمن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة جهود القوات المسلحة في حماية الوطن وصون ترابه، مشيدا سموه بالمشاريع التي تشرف عليها القوات المسلحة في الإمارة. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم الشارقة وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة صباح اليوم الفريق الركن حمد محمد ثاني رميثي رئيس أركان القوات المسلحة والوفد المرافق له. بمكتب سمو الحاكم بمدينة الشارقة التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة والوفد المرافق له. ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة في مستهل اللقاء برئيس أركان القوات المسلحة والوفد المرافق له، وتبادل سموه الأحاديث الودية معهم وناقش عددا من المواضيع والمشاريع التي تشرف عليها القوات المسلحة بإمارة الشارقة. واطلع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي من الفريق حمد محمد ثاني الرميثي على سير العمل في هذه المشاريع، ومنها مشروع مستشفى زايد العسكري فرع مليحة ومشروع المدرسة الثانوية العسكرية بمنطقة وشاح بإمارة الشارقة. واستمع سموه لشرح عن المدرسة الثانوية العسكرية والخدمات التي توفرها المدرسة لطلبتها والطاقة الاستيعابية لها، ومن المتوقع أن يتم إنجاز المدرسة الثانوية العسكرية في نهاية عام 2015 وستستقبل طلبتها من مراحل التعليم المتوسطة والثانوية، وقد روعي في تصميمها توفير أفضل مقومات التنشئة العسكرية وتهيئتهم التهيئة الصحيحة كي يكونوا حماة للوطن وترابه. هذا وثمن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة جهود القوات المسلحة في حماية الوطن وصون ترابه، مشيدا سموه بالمشاريع التي تشرف عليها القوات المسلحة في الإمارة. وأكد سموه أن المدرسة العسكرية ستكون إضافة نوعية للمنظومة التعليمية ودورها في إعداد الطلبة الملتحقين بها كي يكونوا عناصر فاعلين ومؤثرين في خدمة بلادهم. كما اطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على مشروع مستشفى زايد العسكري فرع مليحة وآخر مستجدات العمل فيه، والذي سيكون إضافة نوعية لمنظومة العمل الصحي في الدولة وفي إمارة الشارقة بوجه الخصوص. وسيخدم مشروع مستشفى زايد العسكري فرع مليحة بحكم موقعه الاستراتيجي المميز الرابط بين إمارات الدولة جميع القاطنين في المناطق الوسطى والشمالية بالدولة. صاحب السمو حاكم الشارقة أشاد عقب اطلاعه على المشروع بالدور الفعال المنتظر لمستشفى زايد العسكري في تقديم الرعاية الصحية لأبناء القوات المسلحة وذويهم.
في سياق منفصل استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة صباح اليوم بمكتب سمو الحاكم سعادة ميشيل ماريه سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله لدى الدولة يرافقه إيريك جيرو تيلم قنصل عام جمهورية فرنسا. ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة في مستهل لقائه بسفير الجمهورية الفرنسية متمنيا له التوفيق والنجاح في تعزيز العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بجمهورية فرنسا. وتبادل سموه الأحاديث الودية حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك وبحث مجالات التعاون المشتركة وسبل تعزيزها. كما التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قبل ظهر اليوم بمكتب سمو الحاكم بفريق عمل برنامج البيت الشعري وأعضاء لجنة التحكيم والفرز والمسؤولين في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. وبعد ترحيب صاحب السمو حاكم الشارقة بفريق العمل والقائمين على برنامج البيت الشعري أشاد سموه بمشروع البيت الشعري الذي من شأنه إبراز وظهور شعراء جدد مبدعين في الساحات الشعرية. وأكد سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة أولت اهتماما بالتراث الشعبي والشعر النبطي عبر وجود مراكز ومؤسسات تعنى بالشعر الشعبي وأهله، مما كان له الأثر الكبير في إثراء الساحة الشعرية الإماراتية والخليجية بشعراء تركوا لهم بصمات واضحة في مجال الشعر. وألقى الشعراء عددا من القصائد أمام صاحب السمو حاكم الشارقة أعربوا فيها عن حبهم العميق لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة متمنين لهم موفور الصحة والعافية وللدولة مزيدا من التقدم والرقي. افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبحضور الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي رئيس مجلس التخطيط العمراني افتتح أمس السبت مشروع القناة المائية في مدينة دبا الحصن الذي يعد من المشاريع السياحية الحيوية التي تشهدها المدينة. مدينة دبا الحصن التابعة لإمارة الشارقة مدينة توصف بأنها من أقدم المدن العربية تتميز بهدوئها وصفاء مياهها، جمعت في جمالها بين سحر ساحلها الخلاب وبساتينها القابعة وسط جبالها وبين رقي بنيتها وبنيانها الحديث والمرافق المتكاملة بها. دبا الحصن اليوم تزينت وتوشحت ببهاء خضرتها لتستقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي تفضل وزار المنطقة عصر السبت بمعية الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي رئيس مجلس التخطيط العمراني وعدد من المسؤولين لافتتاح مشروع القناة المائية في المدينة، والذي يعد من المشاريع السياحية الحيوية التي تشهدها المدينة. واستقبل صاحب السمو حاكم الشارقة فور وصوله بالأهازيج الموسيقية التراثية وعروض من العيالة. شاهد صاحب السمو حاكم الشارقة والحضور سباقا لقوارب التجديف على امتداد كورنيش دبا الحصن بمسافة 650 مترا ومشاركة أكثر من 6 قوارب. كما تابع سموه وضمن فعاليات الحفل منافسة في السباحة على اجتياز القناة المائية نافس فيها أكثر من 20 سباحا من أندية وفرق الإمارة. وتقع القناة المائية في مدينة دبا الحصن على طريق الكورنيش الجديد بطول يصل إلى 960 مترا وعرض 30 مترا ويبلغ عمق القناة 6 أمتار. ويحتوي المشروع على عدد من الأعمال التجميلية الزراعية من أشجار النخيل والزهور الموسمية والمسطحات الخضراء للتنزه وممارسة الرياضة. كما تضم القناة المائية العديد من المرافق المميزة ومنها مطعمين ومقاهي راقية مطلة على القناة قيد التنفيذ، بالإضافة إلى ممرات للمشاة ومرافق عامة ومواقف للسيارات.
إلى رأس الخيمة، حيث استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصره اليوم سعادة بابلو تشينكانج سفير أستراليا لدى الدولة، والسيد جيرارد سيبر قنصل عام أستراليا في دبي، اللذين قدما للسلام على سموه بمناسبة تسلمهما مهام منصبيهما لدى الدولة. ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بسفير وقنصل أستراليا متمنيا لهما التوفيق في خدمة علاقات الصداقة القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأستراليا وتطويرها لما فيه مصلحة شعبي البلدين الصديقين وسعيا نحو تعميق أواصر علاقات الصداقة. في الفجيرة كرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الطلبة الأوائل والمتفوقين في مدرسة القرية للتعليم الأساسي في الفجيرة، وهنأ سموه خلال الحفل الذي نظمته المدرسة الطلبة متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح في المراحل الدراسية المقبلة. وتخلل الحفل عروض أوبريت لطلبة المدرسة، فيما تقدمت نادية درويش مديرة المدرسة خلال كلمة لها بالشكر والتقدير إلى سمو ولي العهد لحضوره الحفل، مشيدة بدور المؤسسات وتعاونها المثمر لإنجاح فعاليات المدرسة. في ديوان عام الوزارة استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية اليوم معالي إخوان بارتولومي رئيس مجلس النواب في جمهورية الباراغواي الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة بين دولة الإمارات والباراغواي وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين في المجالات كافة، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول مجمل التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بمعالي إخوان بارتولومي مؤكدا أهمية العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والباراغواي وسبل تعزيزها وتطويرها. أخبار الدار ما زالت متواصلة، ابقوا معنا حيث تتابعون بعد الفاصل. معرض يا سماء الشرق يقدم مجموعة مختارة ومبدعة من الأعمال الفنية لكبار الفنانين التشكيليين العرب. وهذه عودة جديدة نواصل فيها عرض ما تبقى من أخبارنا المحلية، حياكم الله. افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع بحضور الشيخ سلطان بن سعود القاسمي مؤسس مؤسسة باراجيل للفنون معرض يا سماء الشرق الذي يقدم مجموعة مختارة من الأعمال الفنية لكبار الفنانين التشكيليين العرب. أما التفاصيل فهي في سياق تقريرنا التالي. مجموعة مختارة من الأعمال الفنية لكبار الفنانين التشكيليين العرب من القرن العشرين تجلت في معرض يا سماء الشرق، ذلك المعرض الذي جاء من مقتنيات مؤسسة بارجيل للفنون والذي افتتحه معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع بحضور معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي والشيخ سلطان بن سعود القاسمي مؤسس مؤسسة بارجيل للفنون وعدد من المسؤولين وعشاق الفن. هذا المعرض يمثل ليس فقط الإمارات إنما فنانين عرب من بدايات القرن الماضي ومن كل الدول العربية تقريبا، ودليل على أن العرب ليس متأخرين في جميع المجالات ما فيه التعبير من خلال الفن. توثيق الروابط بين الثقافات والبلدان من خلال الموضوعات الفنية والتقنيات الإبداعية، كشفها ذلك المعرض الذي أعاد تعريفنا بالماضي العريق عبر رؤى ثقافية تسلط الضوء على كنوز الإبداع التي تركها الأقدمون لنا.
المعرض الفني لم يكتفي بعروض كنوزه من المقتنيات، بل امتد لندوات فنية وورش عمل كلها جاءت لإضاءة الطريق نحو المستقبل بما يقدمه من إمكانيات تؤهل للحفاظ على الهوية الثقافية الحضارية أثناء استكشاف الروابط العالمية التي توحدنا جميعا من أجل الإنسانية، ليحقق الفن رسالته الإنسانية بألوان التعايش والسلام. أكد سعادة اللواء أحمد محمد الهديدي قائد عام شرطة الشارقة دعم القيادة العامة لشرطة الشارقة لكافة المبادرات المجتمعية الرامية إلى تعزيز السلوكيات الإيجابية وبين أفراد المجتمع والتقليل من الممارسات الضارة بالصحة والسلامة العامة خاصة بين أوساط الشباب والمراهقين. وأشار سعادة قائد عام شرطة الشارقة خلال الحفل الذي نظمته القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع إدارة الطب الوقائي بوزارة الصحة ودائرة شؤون الضواحي والقرى صباح اليوم الأحد بمجلس ضاحية مغادر بالشارقة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين الذي يصادف 31 من مايو من كل عام، أشار إلى أن التدابير التي لجأت إليها الدولة وسلطتها وسلطتها المعنية من خلال منع التدخين في المرافق العامة والحكومية تنسجم تماما مع التوجهات الدولية الرامية إلى الحد من أضرار التدخين باعتباره خطرا عاما يهدد صحة الإنسان وحياته ويؤثر سلبا عليه وعلى طاقته وقدرته. دخل اليوم الأول من يونيو حيز التنفيذ عقد الفئة المساعدة في الأعمال المنزلية بصيغته المعدلة بعد مضي 4 أعوام على تطبيقه، والذي يتيح للجميع عبر نظام الخدمات الإلكترونية اي سيرفيس. ويأتي التعديل والتحديث في نموذج العقد المستخدم نتيجة تقييم مرحلة التطبيق للعقد خلال الفترة الماضية واستجابة للمتغيرات المختلفة، بحيث أصبح أكثر دلالة في تحديد الالتزامات المتقبلة بين طرفي العلاقة. إذن وللمزيد من الطرح حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر اتصال هاتفي العميد الدكتور راشد سلطان الخضر المتحدث الرسمي لقطاع شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ لوزارة الداخلية. سعادة العميد مرحبا بك. يا مرحبا، أهلا وسهلا، يا مرحبا فيك. بداية، هل تحدثنا عن العقد الجديد وأهم البنود المتواجدة في هذا العقد؟ إن شاء الله. طبعا نشكركم على المقدمة اللي وضحتوها فيما يتعلق بالعقد. طبعا العقد في مضمونه هو تنظيم للعلاقة فيما بين طرفين اللي هم رب العمل والعامل بالنسبة سواء كان مواطن أو مقيم في الدولة. والعامل اللي نقصد فيه نحن في مضمون العقد هو عمال الخدمة المنزلية، العمال اللي هي بكفالات شخصية. طبعا هي تتعدد المهن ما يعادل تقريبا 12 أو 13 مسمى مهني، ولكن هم كلهم من الفئات اللي تخضع للكفالات الشخصية وتخضع لأحكام قانون دخول وإقامة الأجانب. طبعا العقد بشكله العام هو لا يتغير في عن الأحكام الرئيسية للعقود. تناول نوع ونطاق العمل، الأجر وكيفية السداد، الالتزامات العامل ورب العمل، تنظيم العمل والإجازات، نفقات السفر، مدة العقد، النزاعات والتصديق. وهو في أساسه يهدف بشكل رئيسي إلى تحديد نطاق المسؤولية والإشراف في متابعة هذا العقد. وطبعا نحن نعني فيها وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ستكون هي الجهة الوحيدة المشرفة على تنفيذ هذا العقد ومتابعة التزام كل الأطراف بتنفيذ الأحكام. طيب سعادة العميد، لو توضح لنا الفرق بين العقد الجديد والعقد القديم في هذا الشأن. طبعا العقد مثل ما أوضحتوا أنتوا أنه على امتداد 4 سنوات سابقة كان معمول فيه، وبشكل رئيسي كل البنود اللي احنا تكلمنا فيها كان منصوص عليها. ولكن طبعا العقد الجديد يحتوي كثير من المبادئ الرئيسية بالنسبة لحقوق العمال، خاصة بعد صدور الاتفاقية الدولية للعمل اللائق للعمال المنزليين، أصبح في توضيح وشمولية أكثر في بيان الأحكام الخاصة بالحد الأدنى لحقوق العمال. طبعا العقد ينظم العلاقة بشكل متوازي بين رب العمل وبين العامل، ولكن طبعا الحقوق أكثرها تكون للطرف الضعيف
وهو العامل في العلاقة التعاقدية. فالفرق الرئيسي ان احنا نعتمد على هذا الشكل التعاقد اللي نحن يعني اعدته وزارة الداخلية وسيتم تطبيقه عن طريق وزارة الداخلية، ولن نقبل اي عقود اخرى من اي جهة اخرى سواء كانت من مكاتب او من سفارات او كذا، لن نقبل اي عقود في متابعة الاشراف، بحيث سيكون هذا العقد هو العقد الوحيد الذي سيعمل فيه في دولة الامارات. طيب. ولن ينظر إلى أي عقد آخر. نعم سعادة العميد، بالإضافة إلى ما ذكرت نود توضيح أكثر، كيف سيسهم العقد الجديد في الحفاظ على حقوق كلا الطرفين؟ طبعا الحقوق بإذن الله مصانة والمتابعة موجودة، وزارة الداخلية والجهات الأخرى نعم. تعمل بشكل دائم على متابعة هذه العقود، ولكن يعني المساهمة الرئيسية في هذا العقد أن دائما تنظيم التعاقدات تخلق وضوح كبير في مسألة الحقوق والالتزامات بين الأطراف. وفي هذا العقد احنا أظهرنا بشكل رئيسي أن دور وزارة الداخلية سيكون دور الرئيسي والأوحد في متابعة هذا العقد، بحيث أن يعني احنا حتى حطينا في هذا العقد جهات اتصال في حال تعرض أي، طبعا رب العمل يعرف وين يروح لو حصلت أي مشكلة. إذن هنالك سعادة العميد إيضاحات كثيرة في هذا العقد لبيان حقوق جميع الأطراف. العميد الدكتور راشد سلطان الخضر، المتحدث الرسمي لقطاع شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ لوزارة الداخلية، شكرا لك على هذه المداخلة والإفادة القيمة. الآن نصل معكم إلى فقرة التواصل الاجتماعي للتعرف على آخر ما يتداوله المجتمع من أخبار وصور تنقلها لنا الزميلة هاجر الحراج. أهلا هاجر. مساء الخير نازك. إذا مشاهدينا الكرام نأتيكم بجديد مواقع التواصل الاجتماعي بعد لحظات. أهلا بكم، جولة جديدة لأبرز المشاركات الخاصة بالشأن المحلي كالمعتاد. البداية من موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اخترنا لكم تغريدة من حساب إذاعة الشارقة وفيها دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة تقول للخط المباشر 25 ألف طلب لأراض صناعية و25 ألف طلب لأراض تجارية وفق اشتراطات معينة تم التوافق عليها. إلى إنستغرام وما تداوله من صور، إليكم الخبر التالي: وزارة التربية والتعليم ترصد 5 ملايين درهم لتجهيز 80 مدرسة جديدة سيطبق فيها مشروع دمج الطلبة ذوي الإعاقة العام الدراسي المقبل. جاءت هذه المشاركة حسب صحيفة الإمارات اليوم. وإلى حساب شرطة الشارقة التي ألقت القبض على متهم قام بسرقة قطاع لغيار السيارات بإحدى المحلات بمدينة خورفكان. إلى آخر الأخبار العاجلة من خدمة أخبار تلفزيون الشارقة، وهذا الخبر الذي تم تداوله خلال الساعات الماضية وفيه: شرطة الشارقة تقول أن ازدحاما مروريا الآن في شارع الوحدة باتجاه الداخل وشارع المطار من تقاطع رقم 3 إلى ميدان الثقافة وعلى امتداد شارع الشيخ خليفة بالاتجاه للداخل. مشاهدينا ومستمعينا الكرام بهذا نصل لختام فقرة التواصل الاجتماعي، نذكركم بمشاركتنا ما لديكم من أخبار وصور بإرسالها عبر مواقع التواصل الخاصة بنا كما هي ظاهرة أمامكم. شكرا للمتابعة، أما الآن فعودة لبقية أخبار الدار وإليك نازك. شكرا هاجر. وإلى فعاليات الشارقة عاصمة الثقافة الإسلامية 2014. تزامنا مع احتفالات إمارة الشارقة بعاصمة الثقافة الإسلامية 2014 وفي إطار التعريف بالخدمات التي يتم تقديمها عبر المرافق الخدمية في فروع نادي سيدات الشارقة، افتتح هشام المظلوم مدير إدارة الفنون في دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة معرض فروع وفنون في دورته الثالثة من السوق المركزي، حيث قام الحضور بالاطلاع على المنتجات المعروضة والتي تم إنتاجها بواسطة عضوات ومتر مترددات قسم الفنون بنادي سيدات كلباء ونادي سيدات البطايح. وتمثلت المعروضات في تشكيلة من اللوحات الفنية التي أخذت الطراز الإسلامي من حيث مضمون اللوحة ومحتواها، التي إلى جانب تشكيلة من الزجاجيات التي تم النقش عليها بألوان زاهية تستخدم لمستلزمات الديكور المنزلي.
ختام أخبار الدار، شكرا لكرم المتابعة. باقة جديدة من أخبارنا المحلية تأتيكم بإذن الله في تمام 12 منتصف الليل، وإليكم الآن التذكير بأبرز العناوين في أمان الله. حاكم الشارقة يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة ويثمن جهودها في حماية الوطن ويشيد بالمشاريع التي تشرف عليها بالإمارة. سلطان القاسمي يستقبل فريق عمل برنامج البيت الشعري ويشيد بالمشروع الذي يبرز شعراء جدد مبدعين في الساحات الشعرية. حاكم الشارقة يفتتح القناة المائية في مدينة دبا الحصن الذي يعد من المشاريع السياحية الحيوية.